وصلنا إلى مرحلة متقدمة من البطولة إلى الدور ربع نهائي. دور ربع نهائي يعني أفضل ثمانية أندية متواجدة الآن في مرحلة متقدمة من البطولة، ويعني أننا سنشاهد مباريات مختلفة عما شاهدنا في المراحل السابقة. كل مباراة بأهميتها، كل مباراة بمثابة معركة لبلوغ أدوار متقدمة، نصف النهائي وبعد ذلك النهائي وربما اللقب. كل هذه الأشياء سنترقبها وإياكم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا، ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. بداية أحداث اللقاء، شوبو موتينغ كريستيانو رونالدو يلعبها لمنطقة الخطر. رونالدينو غاوتشو، تصدي غير عادي من حارس المرمى، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يحاول أن يلعب كرة بينية، فرصة هجوم معاكس. ماذا؟ تسديده في اتجاه المرمى. عدت الكرة، فرصة للتسديد. هدف كاميروني. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. الكاميرون سجل الهدف الافتتاح المهم جدا في المباراة. كرة كانت في منتهى خطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. إمكانية تسديدة من أول لمسة، هدف عالمي. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. رونالدينو غاوتشو، جول للمنتخب المصري. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. متقدم بفارق هدف الآن. كريستيانو رونالدو، تمرير رونالدينو غاوتشو، وكرة في اتجاه المرمى. جول. يتقدمون بفارق هدفين الآن. هدف غير الأجواء هنا في الملعب على الأقل من جانب واحد. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، محاولة من جهة اليسار.
هجمة التدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. شوفوا موتينغ الآن إمكانية المرتدة، كرة طولية في المساحة الخالية، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. لعبة جميلة لكنها لم تستغل، ويوقف الحكم إذا بطاقة صفراء. كرة على اليسار، هذه ضربة رأسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى، حاول أنه يجرب حظه، الكرة قريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. محمد صلاح ينطلق بمجهود فردي، يعدي إلى منطقة تسديدة، ترتد الكرة من العارضة، الأول من هذه الحكاية. نهاية الشوط الأول في هذه المباراة، وصلنا إلى منتصف المباراة، سيطرة كليا على اللقاء. هل يواصل اللعب الهجومي الممتع للمشجعين للمتابعين في الشوط الثاني؟ عليهم أيضا تأمين النتيجة. يستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. إنقاذ مذهل، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية، مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل، كرة لم تلعب بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة، كرة خطيرة على اليسار، يسدد الكرة التسديدة الثانية هنا، الكرة في المرمى، يا سلام، كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. كريستيانو رونالدو، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. الكرة يستعيد الكرة سريعا، محمد صلاح يلعبها ببراعة، اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل، كرة طولية من الحارس، وصلت إليه كريستيانو رونالدو، ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ تكون هذه فرصته، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل، ما
يبحث عن المهاجم، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. فرصة خطيرة في ورطة كبيرة الآن. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. يلعب كرة على اليسار، اختراق جميل على أعتاب المرمى، ينطلق إلى الأمام بسرعة، دفاع كبير، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. انتهت المباراة إذن، اقتربوا أكثر من بلوغ النهائي، سيكون الأمر كبيرا جدا إذا ما تواجدوا في المباراة النهائية. الفوز بالألقاب أمر كبير جدا، حلم لكل اللاعبين، للمدرب، للمشجعين. مصر يقلب الطاولة وينجح في قلب النتيجة. في مثل هذه الحالات تكون الروح والإرادة هي العلامة الفارقة.